مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد ومباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم الحل بين يديك. تحية طيبة لكم أوفيائنا أينما كنتم وأينما وجدتم. كنتمنى لكم عشية طيبة وكالعادة ككل يوم ثلاثاء. حاضرة معنا الكوتش منى صباحي، مدربة معتمدة في التطوير الذاتي. مرحبا بك كوتش منى. أهلا سكينة، أحوال طيبة على خير؟ اللهم لك الحمد لله والشكر لله. كوتش منى، اليوم حديثنا عن التعاون ما بين الأزواج. معضلة كبيرة ياك هذه حالة. كثير من السيدات، ما نقولش الكل ولكن كثير، كتقول لك مثلا رجلي ما كيبغيش يعاونني، ما كيبغيش يساعدني في الدار، ما كيبغيش يقسم معايا مثلا يعني لي طاش. كاين من النساء اللي كتشكى كتقول كودي انا عيست مني الرجل ومني المراه، هو تيعرف غير الخدمه والدار وخاصني كلشي انا نوقف عليه. ايوا كاين من النساء اللي هزا كلشي حتى كتلقيها صافي كتوصل لواحد واحد الباب مسدود اللي كيخصها تلقى فيه حل، ولكن في الحين كيصعب تلقى الحل. هادشي ما يغفلش بانه اليوم في المجتمع المغربي، يعني كنتكلموا على اليوم، كنتكلموا على السنوات الاخيره وهذا 10 سنوات الاخيره، صبح واحد النوع من التواصل اكثر ما بين الزوج والزوجه اللي ما كانش من قبل. على مستوى التعاون، يعني الرجل مابقاش كيحشم انه يدخل مثلا مع المراه الكوزينه، انه يطيب معها، انه يغسل مع الواني مثلا، انه يتساعد معها. كاين ناس دابا كتنقد يلاه قالت لي ما كيعاونوش، ولكن هو هذه هي الثقافه السائده. انا ولادنا ما كنربيهمش على هذه العادات، بخلاف مثلا الغرب كنقوا دري ديال 5 سنين كيعرف ساليت غنهز لاسيت ديالي ندير غنهز الطاسيل ديالي مثلا، غندير الكوزينه، غنحيد البقايه ديال الاكل ديالي، نقدر نغسلو، غنعاون ماما في لاسبيغاتور. اذا كيكون واحد النوع من التعاون في الاسره. علاش في مجتمعنا المغربي التعاون كيبقى شي حاجه حشومه؟ يعني حتى هاد الشباب اللي كيقول لا ودي انا نساعد مراتي، ايوا صافي حاكمه فيك وماشي رجله هادي وماشي كذا وكذا، كنقرنوا مفهوم الرجوله بمجموعه الامور السلبيه. ما عرفتش علاش يعني تطرقتي سكينة المجموعة هذه النقاط، يعني كل واحدة فيها تستاهل حلقة 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 في حد ذاتها، لأن فيها لو كولتوغيل، فيها الثقافي يعني اللي كنورثوه، فيها التربوي، فيها كيفاش تربينا في عائلاتنا. كاين عائلات اللي ما عندهمش مشكل، يعني من قديم الراجل يقدر يعاون، يقدر يطيب، يقدر يتقضى، وكاين عائلات اللي لا، الراجل ما كيقاش في التقضية، الراجل ما يجيبش حتى كاز الماء، كاز الماء خصو يجي حتى لعندو، كتلقى يما اللي كبيره كتنوض تسخر عليه باش تجيب ليه الماء، حيت هو الراجل في الدار ما خصش حتى حد يقرب ليه، ما خصش هذا. فتكلمتي على هذا الجانب التربوي، تكلمتي على التغيرات اللي طرات على المجتمع المغربي ديالنا وكنلاحظوها وكنعيشوها، يعني حتى في المخيله ديال الرجل، حتى في التطبيقات اللي ولينا كنعيشوها، يمكن ماشي عند الجميع ولكن ولينا كنحسوا بالتغيير. كاين واحد التغيير ديال ان الراجل يقدر يدخل الكوزينه، يقدر يعاون، يقدر يمشي يجيب التقضيه، يقدر كتلقاه كيستثمر اكثر، كما كيقول كيستثمر يعني من وقته، من تفكيره، من وجوده اكثر في الاعباء ديال البيت. لان مادام المراه هي خرجت على برا ديال البيت وتهي ولات كتشتغل على برا البيت وكتجيب المصروف في البيت وكتساهم في العبء المادي، اذا كذلك ولا الله الحمد لله كاين بزاف الدرجال اللي ما عندهمش، ما بقاش عندهم هذا المشكل، وتيبقاو وحدين اخرين. فمين كنتكلموا على التعاون، غير باش ما نكونش عندنا واحد الفكره خاطئه على التعاون، مين كنتكلموا على التعاون ماشي معناتها انا غسلت كاس انت تغسل كاس، انا تقضيت هذا النهار انت تقضى غدا، ولا اجي نديروا كل شيء بجوج بينا. اولا ضيعه ديال الوقت وضيعه ديال المجهود، وكندخلوا في المحاسبه. انا طيبت الغدا انت سكت وجد العشاء، انا خرجت لهنا انت إيه، مادام انا بجوج بينا خدامين. التعاون الحقيقي كيعتمد بالاساس على لي كومبيتونس، على الكفاءات ديال كل واحد وعلى الرغبه ديالو. كاين رجال اللي تيحمق ويطيبو، وكاين عيالات اللي كتحمق تخرج تسخر للزنقه، ما عندهاش مشكل وتجيب بلومبي وتجيب، يعني ما سي فغي كاينين واحد كاين اللي كدابز مع الراجل كاع على ديك البريكولات وبولا غنبدلها عزيز عليها تبدل هي تبدل البولا راسها، وهذه غير خويا تنقدر نصوبو من هنايا، وهذه فتبدل جلده ديال البزبوز بوحده. فهاد المسائل يعني كاين كل واحد فينا، يعني ما نربطهاش انا امراه ورجل بقدر ما كنربطها بالافراد، باش نخرجوا من هذاك الفكره ديال العيالات فحال هكا والرجال فحال هكا. راه حنا ماشي هذه هي الصوره اللي كاينه، بقدر ما كاين اختلافات فرديه، كل واحد فينا واش كيبغي. فالتعاون الحقيقي كيعتمد على هذه الكفاءات الشخصيه، على الرغبات الشخصيه، وعلى الوقت ديال كل واحد. الا كان انا مثلا العمل ديالي كياخذ مني 12 ساعه في اليوم، هذا كمثال يعني لا راجل ولا امراه، يعني كياخذ منه 12 ساعه في اليوم، والعمل ديال الاخر كياخذ منه 6 حتى 8 سوايع في اليوم، واش كنعتبر واش خصنا يكون عندنا في قلب المنزل نفس
ليطاج او نفس الاشياء اللي كنقوموا بها. ما معقولاش، لان هذا في حد ذاته الا تقسمنا نفس ليطاج بنفس الطريقه كيولي ظلم الواحد فيهم. لاننا نتقسموا ليطاج بس كاين اللي ما عندوش مع غسل الواني ما عنده مع الطيب، او كاين اللي ما عندوش مع التقديه ما عنده مع حاجه اخرى. كل واحد فينا يختار داكشي اللي كيديروا بواحد الطريقه اللي كتريحه. ندير داكشي اللي عزيز عليا وندير داكشي اللي كيتوالم معايا والكفاءات ديالي. وكاين اشياء اللي نقدروا نستعنوا فيها، علاش نبقاو حنا كنضربوا الا كنا بجوج بينا خدامين وعندنا الامكانيه ديال اننا نستعنوا بواحد الشخص ثالث اللي يقوم ببعض الاعباء. مثلا بحال السيده اللي كتجي كدور لك الشغل في الدار مثلا اللي كتقوم بواحد الجزء من الاعباء، لا هي حنا ما حكرنا لا على الرجل ولا على المراه، وكذلك كنا مصدر ديال الدخل ديال واحد الشخص ثالث. فحنا ارتاحينا، عطينا راسنا وقت اضافي نقدروا نخرجوا فيه نقدروا نعملوا فيه شي اشياء اخرى. وفي نفس الوقت كنا سبب باش انه واحد الدخل لشي شخص واحد اخر، وحلينا واحد الجانب كبير ديال المشاكل ديال اللواني مسخن شكون يغسلهم، انا هادي وكما انت خدام انا خدامه وكما انت قاري انا قاريه وكما انا عمس. ولكن يعني ربما كوتش منى مبدا التعاون ما بين الازواج راه كيزيد يكرس واحد يعني كيزيد يوطد العلاقه وكيزيد ينمي بزاف الحوايج. يعني المراه كتقول اودي ايفيكسيمون راجل اللي كيعاونني كنحس بلي قلبو عليا بلي ما كيبغينيش نتعذب بلي كيبغي يساعدني، وكثير من الاحيان كنقاوم تلقى نفسه يعني ماشي بالاجبار. نفس الشيء حتى الزوج كيقول اودي ما فيها باس حنا بزوج كنكملوا بعضياتنا. يعني مبدا التعاون شي حاجه اللي مهمه في العلاقه الزوجيه ربما، واللي كتزيد تكرس يعني المحبه والموده والتواصل بواحد الطريقه جميله ربما. اكيد 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 اكيد، لان مين كنتعاونوا كما قلتي مين كنعاون شي حد او كنتعاونوا انا وياه، اولا لان ذاك البيت ماشي ديال المراه بوحده ولا ديال الراجل بوحده. ومين كنتكلموا على الازواج او الزواج كنتكلموا على جوج الافراد كيقرروا يدخلوا في واحد المشروع مشترك. فهذاك الشركه اللي كندخلوا راه كنشتركوا في كل شيء، كتبقى غير كيفاش كنتعاونوا مع بعضياتنا. المراه مين كنقولوا راه راجلها كيعاونها في شغل ديال الدار، يعني كنعتبروا دوفيس يعني تلقائيا وبالاساس ماشي شغل الدار ديالها تخمل وتجفف وتصبان ديالها باي حق. شحال هذه كان هذا التقسيم، لان كان المراه جالسه في الدار مثلا ومع ذلك كانوا شحال هذه العيالات اللي كانوا جالسين في الدار كان عندهم الخدم كان العبيد. يعني حتى العيالات شحال هذه راه كانت هي كتنوض كطيب مثلا، ولكن عندها معاها يعني الناس اللي كيساعدوها وكتكون هي غير كتخدم الدار والتكشيطه والحنه في اليدين والرجلين. فكاين واحد كاين واحد المعتقدات واحد الافكار عندنا سلبيه اللي في المجتمع ديالنا اللي احنا كنتكلموا عليها. بالنسبه لنا المراه هي اللي كدور شغل الدار، وبالنسبه لنا الرجل ما تيتقبلش ذاك الفكره. فالمساله ان كما قلت لك التعاون كيكرس الحب كيكرس الماء الرحمه. في سيره النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم البيت وكان يساعد اهله. يعني هذه من 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 الاشياء اللي تنقلت على النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان كيساعد الاهل ديالو، كان كيقوم معهم البيت، كان كيرقع الملبس ديالو، كان كيقوم بالتصرفات اللي كتزيد من الموده ما بين، يعني حتى الى دخنا كنقتديو بالرسول عليه الصلاه والسلام وشوفوا التعامل ديالو كيفاش كان. الحديث اللي كيتكلم معاه كيقول كان في شغل اهل بيته، يعني اللي تخلقها كدير شي حاجه كيساعدها. وكان هو اللي تيرقع الثوب ديالو لراسو ويقاد النعل ديالو لراسو، حتى كتود نصلا ملي كتود نصلا كيسمح في كل شيء وكيمشي نصلا. فشوف كما قلتي حتى اللي تيبغي يهضر يقول لك لا الرجوله ولا حنايا والعيالات يمشي كما قلتي يقلب على القدوه. منين جايب هو هذا المبدا ومنين جايب هو هذا الكلام اللي كان كيتكلم على الدين يرجع للاسف. واللي حنا كنشوفوه سي لا كالونتري زعما ملي الراجل كيقدر يعاون المراه الوقيته اللي حنا مستمده يعني من ديننا في الاصل. وهذه هي لان الانسان ياكل بميكيالين، كياخذ اللي عجبو كيلوح اللي ما عجبوش. فالمساله ديال التعاون كتكرس الحب كتكرس التعاطف بين الزوجين، وماشي غير ان الراجل يعاون المراه في شغل الدار، وكذلك حتى المراه اللي كتشتغل راه كتهز واحد العبء وواحد الحمل على الراجل، واخا يعني من الجانب المادي من الجانب ديال التعاون ماشي فقط يعني محاسبه، مي هو كذلك انك تحس بالاخر، تحس به واش عنده بالضيق مادي ولا معنوي ولا جسدي ولا الوقت ولا لان كما قلت لك الزواج واحد المشروع مشترك. تربيه الابناء راه جوج بينا خصنا نربيو، ماشي واحد اللي كيربي، ماشي الراجل اللي كيربي الاولاد والمراه كتربي البنات. ولا كانوا غير البنات ولا غير الاولاد، واحد فيهم اللي يربي. راه مادام المؤسسه كتكون مجوج، الا ان داك الجوج خصهم يكون عندهم واحد الراي وواحد التدخل وواحد انفستيسمون واحد الاستثمار ديالهم شخصي وذاتي في جميع جوانب داك الحياه. غير هي ما ندخلوش في المحاسبه، لا انت درتي هذه ما درتي. يمكن انا ما عنديش مشكل مع غسل الواني، عزيز علي غسل الواني دغيا كنوض هذا. راجلك يقدر يكون عزيز عليه كيهبط لك الزبل مثلا. كاين حتى ملي كنهضروا على التعاون كاين تقاسم ديال ليطاج، كاين تقاسم ديال هذاك الشغل ديال اللي في قلب البيت واللي في خارج البيت. مع الاخذ بعين الاعتبار اننا كما قلنا دائما ان الهدف من الزواج كاين واحد الطمأنينة اللي كيخلي ذاك الزواج يستمر، تكون واحد الطمأنينة، واحد الراحة، واحد الاهتمام بالاخر، وواحد المودة.
اما الا ما كانش هادشي كامل راه بالطبع ما كان مازال واخا يكون داك التعاون ما كيكون عنده ما كيكونش عنده امباكت ما كيكونش واحد تاثير لانه ميكانيكي خالي من المشاعر يعني خاصه ربما ان العدد كبير من النساء كيربطوا الاستقرار العاطفي وال يعني والمعيش الحياتي ديالهم بهاد الجمله الاشياء يعني ما يمكنش تكون مستقره عاطفيا فقط غير الا دويتي معها كلمه زوينه او لا ولكن مجموعه من المعاملات مجموعه من التصرفات كتعطي هذيك الصوره ربما المثاليه اللي كتبحث عليها وصعيبه ولكن كاينه هذه الصوره هذه كاينه هنا علاش كنتكلموا دائما على التواصل لان كل واحد فينا كيبغي الطرف الاخر بطريقته انا بالنسبه لي اللي تنبغيك هي انني نتكلف بالدار يعني مثلا تقضيه تكون في الوقت مخلص الدولمه مخلص التليفون حوايج كان اللي بالنسبه لي هذه هي طريقه ديال الحب ديالي ونقول لك راه كنبغيك انت بالنسبه لك طريقه ديال الحب ديالك اللي في المخيله ديالك هي انني ندخل نقول لك شنو وجدتي للعشاء ياك ما نعاونك نخمل معك الطبله واحد الحاجه مادام تكلمنا بزاف على الشغل ديال البيت هو ان بزاف ديال الحاجه اللي كتجبد صداع بزاف افكتيفمون والجانب المادي معاه من بين الاشياء اللي كاين بين الاخطاء اللي تيديروها النساء بزاف 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 في البدايه ديال الحياه ديالهم وهي ان مثلا الراجل تيبغي يعاونها كيبغي يخمل الطبله كيمسحها كيخليها موسخه ما كيعرفش علاش كتبقى تركز ليه على ديك الطبله لا ما كتعرفش صافي بلاش خليك كاينو دغسل مثلا اللي كيعاونها فرحان بها كاينو دغسل ليها الكيسان ولا شي حاجه خلاك تقول ويلي داك الكيسان كيخليتهم حالتهم حاله ما كيعرفش يتقضى وكاينو كيدير واحد المجهود المره الاولى كيتقضى كيجيب لها 10 كيلو ديال الخيزو كيجيب لها 2 كيلو ديال ما صبر كيديرها كيضحك فالمسألة كتجي هي تتعيب عليه وكتبقى تنكر واش انت ودابا هذه واش هذه كدير في حالك تيقول انا مالي على هذا حريق الراس بناقصه لا 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 خرجي تقدي انت كاع اذا حتى في البدايه الحياه الزوجيه ديالنا نتفاهموا ان الاخر باغي يساعدك ما نجحش بداك الطريقه لا ماشي مشكل ميك ونتعلموا هاد التقديه ما عجبتنيش المره الجايه ندير ليه لا ليست عرفتي خصنا ناخذ هذه باش ندير لك هذا او باش نطيبوا هذه او نتعزز عليك هذه او نعزز عليها هذه وكنصحوا بعضياتنا بدون ما ان يكون داك التجريح وداك النكير من الاول اللي كيبلوكي الطرف الاخر باش انه يزيد القدام معك ونمشيو فاصل اعلاني ونرجع معكم كوتش منى صباحي موضوع شيق اليوم وربما بزاف ديال الناس حركناهم في هذه العشيه نتمنوا انه دائما ناخذوا الاشياء الايجابيه من حياتنا ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معها او دائما كنأكد على ان النصيحه كتكون سهله في كثير من الاحيان ولكن التطبيق كيكون نوعا ما صعيب غير هو كيخصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها ياك كوتش منى حيت بزاف المرات كنقولوا شي حاجه كتبان لينا سهله صافي سي بون نقدروا نديروها ولكن في التطبيق تنبداو نقولوا لان منا وجبد يعني كنسمعوا شي حاجه كتقول غنمشي نطبقها ولكن واش عندي الارضيه سهله سهله بالهضره ولكن صعيبه بالتطبيق غير هو المحاوله عندها دوره يعني يكفينا شرف المحاوله الا ما حاولتش عمرك كتوصل لشي حاجه على الاقل الانسان يبدا ونمشيو فاصل ونرجعوا لكم مستمعينا الكرام نواصل معكم دائما نستقبلوا مكالماتكم واحكي لي نقص رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم لحل بين يديك واحكي لي نقصك مع الكوتش منى صباحي مدربه معتمده في التطوير الذاتي مره اخرى مرحبا بك منى وغادي نمشيو ناخذوا معنا رساله كتقول ولا قبل ما ناخذوا رساله نذكركم طريقه التواصل معنا اتصلوا بنا على 0522 46 72 50 51 52 او لا تواصلوا معنا عبر الاس ام اس بكتابتكم حل خليوا فراغ وصفتوا السؤال ديالكم ل 50 80 ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج واللي هي الحل بين يديك ناخذوا معنا رساله كتقول سلام اختي سكينه والكوتش مليكه من الدار البيضاء ما راديش على راسي حتى حاجه ما درتها في حياتي او في صالحي لا قرايه لا زواج حتى الخدمه ما عنديش حرفه وما حملاش حتى حاجه هاد الحاله عندي اكثر من 10 سنين دابا انا في مرحله المينوبوز وحتى حتى الوحده زايده عليا الحمد لله وصافي باش نصحيني لانه ما عنديش قدره على ندير المتابعه النفسيه فكرتني في السيده اللي اتصلت بنا البارح حتى هي صيفطت لنا واحد الرساله تقريبا نفس الرسائل نفس تقريبا الاتجاه المحتوى ديال الرساله ديال السيده البارح ونقول لك نفس اللي قلت لها البارح هو ان الانسان اولا انت قلتي في قريبا او بديتي سن لامينوبوز هذه الفتره هذه كتكون معروفه بالتغيرات هرمونيه في الجسم ديالنا لي بوفيت شالور كترتفع الحراره كيضطرب شويه النعاس كاين كما قلت اضطرابات هرمونيه اللي كتاثر ماشي غير على الجسد ولكن كذلك على الحاله النفسيه ديالنا فولا بد واحد المتابعه عند الطبيب ولو غير مره واحده باش تعرف شنو كاين باش تعرف الا كنتي محتاجه واحد دي كومبليمون زيادات الفيتامينيه او الهرمونيه او شي حاجه باش تتنقص داك التاثيرات وباش تقدري انك تعيشي معها بطريقه عاديه جدا لانها من مراحل الحياه ديالنا الطبيعيه
هذه من جهه. من جهه اخرى كما قلت لك نقول لك نفس اللي قلت للسيدات البارح، هو ان انت دابا شاده الكاميرا ديالكم وجهها كاع لك شي سلبي اللي عندك. قلتي ما كملتش القرايه، ما عنديش خدمه، ما عنديش حرفه، ما تزوجتش، ما عملتش، ما درتش. تشوفي غير كما تنقولوا النصف الفارغ من الكاس، ما بالكش ان راه داك الكاس ولو فيه واحد الفراغ، ولكن كذلك فيه الماء ولا فيه عصير ولا الله اعلم شنو فيه. ما يمكنش نتكلموا غير على الفراغ وكنساو الجانب الاخر. فقبل ما انك تشوفي داكشي اللي ناقصك خصك تشوفي بعدا، ويكون واحد الحمد، واحد لاغراتيتود، واحد الشكر لداكشي كاع الزوين اللي عندك بصحتك واقفه على رجليك. كتشوفي عندك حاسوب او تليفون اللي قدرتي انك تصفطي منه الرساله، كتصنتي، كتسمعي، عندك ميديا اللي قدرتي انك توصلي تسمعي الرسائل ديالنا من خلاله. هادشي يعني هذه انا غير اللي قلت انطلاقا من الرساله اللي وصلتني. يعني هادو مسائل اللي الناس كتشوفها بسيطه، الناس كتشوف اللي ما عطيهاش قيمه. وشوف شي حد اللي حيدنا لي حاجه من هذه الاشياء، حيد لي يديه ولا حيد لي عقله ولا حيد لي عينيه ولا حيد لي التليفون ديالو وخليه بدون تواصل، شوف كيفاش يحس براسو. فعلاش ما كنحمدوش الله عز وجل وكنشكرو وكنحسو بواحد لا غراتيتود، بواحد لا ريكونيسونس، بواحد العرفان، واحد الامتنان لداكشي اللي عندنا قبل ما نتكلموا على داكشي اللي ماشي عندنا. خصك بعدا وكما قالت السيده البارح، خصك ديري واحد اللائحه ديال 50 شيء في حياتك. يقدر يكون ما عندكش اصدقاء بزاف، ما عندك واحد الصديقه او واحد صديق اللي تقدر تعتمدي عليه في اي وقت. هذا راه المسألة اللي خصك تحمدي عليها الله عز وجل وتحسب الامتنان لانها موجوده، لان كاين اللي عنده 100 واحد كيعرفوا يضحك معاه ويخرج معاه، ولكن النهار اللي كيحتاج الزمن ما يحتاجوش فوالا، النهار اللي يقلب عليه ما يلقاش. فالانسان يمتن، يكون عنده واحد الامتنان، يكون عنده واحد الحمد، واحد الشكر لذاك الشيء الايجابيه اللي عنده، يبدا بها هي الاولى. ديري واحد اللائحه ديالها على الاقل على الاقل على الاقل 50 شيء في حياتك. واحد الحاجه اللي ما كنعطيوهاش كاع قيمه، من تبغي تدخل للتواليت للحمام للمرحاض وكتدخل وتخرج والدنيا هانيه، وبالنسبه لك راه شي امر طبيعي مادام كتدخل تخيل ان نهار واحد تحسر شنو هيوقع فيك. اذا علاش ما كنقدروش قيمه الاشياء اللي كنعيشوها اللي بلا فلوس عندنا، اللي غير الكلاوي ديالنا، الناس مساكن اللي كيديروا ديالي شحال متعب وشحال مكلف وشحال مؤلم وشحال صعيب. وحنا الكلاوي ديالنا كيديروا لنا يمكن 36 مره في النهار الغسل، على يمكن 36 مره في الساعه ولا ما عرفتش، ما بقاش الرقم عندي في البال، مي كيديروه لينا بواحد التنقيه عاديه تلقائيه ما كنحسوش حتى بها، ما تنعرفوهاش حتى كيفاش كدوز. اذا علاش ما كنحمدوش الله على هذا الشيء؟ حتى النهار اللي ما تبقاش عندك عاد تقول السبقه كانت عندي غير صحيحتي. فالانسان يحمد الله عز وجل ويكون عنده واحد الامتنان، واحد الامتنان حقيقي، ماشي السيده قالت غير الحمد لله. واحد الخطا كنرتكبوه انا ما كنقولوا الحمد لله او كنقولوا الحمد، بالنسبه لي النار الحمد راه شي حاجه سلبيه. يعني غير حيت ما فياش ما نبدا نزيد نتشكى اكثر كون كنقول داك الحمد لله، داك الحمد لله، في حين ان الحمد راه هو واحد الاعتراف بالاشياء الجميله قبل ما انك تحمد على الاشياء اللي كتقول وخايبه ولكن الحمد لله عليها، راه عارفها دابا تزيد القدام او نعم. يعني حتى الحمد كيفاش كنستعملوه راه كنستعملوه بواحد الطريقه خطا. فدير واحد اللائحه ديالها على الاقل 50 شيء ايجابي في حياتك، وعلى الاقل 10 ايام وانت كتكررها راسك، مين تفيق الصباح شوفها وقول بصح كلاويه خدامين اللهم لك الحمد، ما كنحتاجش للدياليز، عيني بعد على الاقل حليتهم الصباح وكنشوف بهم، قادرة اني نتمشى، قادرة ندخل الحمام بدون مشاكل، ما محتاجاش شي حد اللي يوقف معايا، عندي العقل ديالي، قادرة على الكتابة على القراءة. يمكن والديك مازالين حداك، ما متزوجاش ولكن والديك مازالين حداك، يمكن شحال من واحد متزوج وراه عايش المحاين، وراه حنا كنعرفوا الناس اللي كيتصلوا بينا شي نوبات كتقول راه 100,000 مليون مرة الإنسان يكون دراسو ولا أنه يكون في علاقة مدمرة بداك العلاقات اللي كيتصلوا بينها الناس أو اللي كنعرفوها في الوسط ديالنا أو اللي كنتلقاوهم بطريقة أو بأخرى. فالإنسان يحمد الله عز وجل على اللي عنده، اشتغلي على هذا الحمد لمدة 10 أيام، ومن بعد عاد تشوف كيفاش انطلاقا من هذا الشيء اللي عندك كامل، من هاد الكفاءات المواهب اللي عندك حاليا، شنو خصك تزيد إلا بغيتي تحقق شي حاجة أكثر، شنو خصك تبدل في ذاتك، في شخصك، في طريقة نظرك للأشياء، طريقة تعاملك من الأشياء، كيفاش كتفيق، كيفاش كتنعس، كيفاش كتعامل، شنو كدير باش أن نعم. الأشياء تغير للأحسن إن شاء الله. أحسن طبيعة الحال. ناخذ رسالة أخرى كتقول سلام، أنا سامية 24 سنة، مشكلتي أنني مزوجة عامين وما كنبغيش راجلي مع أنه ظريف بزاف، ولكن أنا ما قدرتش نبغيه وديما كنفكر نتفارق معاه، عافاكم إلا ما نصحونا. نصحوني يعني ربما كوتش منى بعض الأحيان شي أشياء كتكون غريبة جدا. شنو اللي خلاك تزوجي به النهار الاول؟ هذا هو السؤال. عندك 24 سنه، سنتين وانت مزوجه، يعني 22 سنه، شنو اللي خلاك انك بعد الاحيان ما كيكونوش مشاكل، والانسان ربما كيبدا يخلقها نفسيا في بالك ان كاين شي ناس ما كترتاح الا عندها المشاكل. اذا كان الانسان ظريف وداير لها خاطرها لا في النساء ولا في الرجال، يعني ماشي هذا ماشي تحامل على السيده اللي اتصلت بنا، زعما لا زعما هذا ماشي بالطريقه. مي كاين الناس فحال هكا، الا ما كانش عنده واحد المشاكل وشي حاجه يتشكى منها كيحس انه عنده روتين، عنده رتابه. فمتم اول شيء هذه سنتين وانت مزوجه، شنو اللي خلاك تزوج بهذا السيد؟ يعني تزوجتي وانت صغيره، كاين بزاف الناس مثلا ملي كتوصل كذا و30 عام كتخلع
خاصة عند النساء تقول لك القطره يفوتها خاصة على الاقل تولاد على هذا فكتقبل اي واحد ومن بعدنا كتعيش معاهم. حنا انت تبارك الله مازال صغيره 22 سنه من زوجتي، شنو اللي خلاك انك تقبلي بهذا الزوج؟ شنو هي هاد الاشياء الايجابيه اللي فيها الزوج؟ واش هاد اللي قلتي ما كنبغيش، واش شنو كتقصدي بهذا ما كنبغيش؟ الناس ما كيعبروا لناش، شنو بهم كيصيفطوا رسائل مقتضبه وقصيره، حنا ما كنفهموش، ما يمكنناش ندخلوا للراس ديالك ونعرفك شنو قصدي باني ما كنبغيش. واش عندك شي، كانت عندك شي علاقه قبل او شي شخص قبل وبقى واحد التعلق فما قدرتيش تمحي واحد بواحد، او عندك شي مبررات اكبر من هذه اللي يعني الرساله ديالك غير واضحه باش انني زعما نعطيك راي اكثر من هذا، زعما باش نعطيك شي راي بالنسبه لداكشي اللي قلتي. اللي نقدر نقول لك هو ان الانسان الحب راه هو ماشي كما البارح تكلمنا باردون تكلمت في موضوع واحد اخر هذه القضيه هذه، ان الثقه ماشي هي واحد المخزون، ماشي واحد الشنطه كندخلوها معنا العلاقه الزوجيه. كذلك الحب ماشي ضروري اننا داك الحب ديال الافلام او داك الحب ديال العاطفه الجياشه اللي يكون قبل من الزواج، ولكن الحب هو واحد المساله اللي كتبنا كتصوب نهار بنهار لا بينا بلا بينا. تخيل انك تكون تتموت وتتحمق على شي شخص وهذاك هو، ومين تدخل العلاقه الزوجيه ما يهتمش بك، ما يردلكش البال، يخونك، كيضربك، ماشي ولا بالضرب باليد، كنضرب اللسان اللي كثر وقبح يعني. كاين حالات كثيره بحال هكذا، من هاد الحالات كانوا كيتسطوا على بعضياتهم، ولكن نهار كيتزوجوا كتولي قصه اخرى وكتولي مساله اخرى. ما كنعممش، ولكن كاينين حالات كثيره في هذا الباب اللي كنسمعوا قصصهم. بصح كاينين حالات من هكا، مادام اننا في المجتمع ديالنا كلشي كيعاود عليهم، ما كاينش الاسر التي لا تخلو، يعني يقول لك عرفتي فلان فلتلان وصلني صاحبتي هذا، فهادشي موجود. فالانسان الحب راه كنخلقوه، ماشي واحد الشنطه كندخلوا بها ولا ما جبناهاش معانا راه صافي. ما راه تقدر كما قلنا تجيبيها، ولكن الا ما عرفتيش سي تو لونتروتيان با، الا ما تعاملتيش معاها، الا ما عرفتيش انك كيفاش كل نهار تجددها، كل النوبات انك تضيف ليها واحد الحاجه، راه كتبرد وكتفتر وكتلاشى. علاش بزاف ديال الناس كيقول لك هذاك الشيء كيكون قبل من الزواج، والحب كيكون غير قبل من الزواج؟ علاش؟ ان ملي كيدخلوا للزواج كيولي الروتين، كيولي المشاكل، كيولي كل نهار، وكننساو شنو اللي خلانا نجمعوا النهار الاول. فما تركزيش على المساله ديال ان لا ما كنبغيش داك الشيء، علاش كنفكر في الفراغ، كان هذا ما عطيتنيش تفاصيل اكثر باش نعطيك راي اكثر، لان الا لازت شي حاجه اخرى يولي غير من ضرب العبث، يعني غير دي برونوستيك من جهتي. فالا قدرتي تعطينا تفاصيل اكثر على كيفاش تزوجتي، وشنو هي الاشياء اللي كتخلي، شنو هي الشعور اللي كتقول انك ما كتبغيش، شنو كتقصد بانك ما كتبغيش؟ وحنا مازال مستمرين معك بطبيعه الحال كوتش منى، نمشيو فاصل اعلاني ونرجعوا نستقبلوا اوفيانا الكرام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، برنامجكم الحل بين يديك، وحكي لنا قصتك مع الكوتش منى صباحي. مرحبا بكم على 05 22 46 72 50 51 52. ايضا يمكنكم التواصل معنا عبر الاس ام اس كيف ما قلت، كتابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم محسوسه بالرسوم. ايضا يمكنكم التواصل معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج واللي هي الحل بين يديك. ناخذوا معنا لاله ابتسام من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يطول لي عمرك على الابتسام، الله يخليك. الا كان ممكن تحيدي لوط بارلور باش نسمعوك مزيان، ولكن واقيلا كنت نسي في الطريق. انا في الطريق ما غير معايا واحد سكوند، انا غنوقف. واخا يلا لا حنا معاك حتى توقفي على خاطرك، الله يخليك ما تغامريش براسك، وقفي على جنب وباش نتواصلوا مع بعضنا بطريقه احسن. اذا حنا في انتظار ان الابتسام تاخذ الحضار ديالها وتوقف بطبيعه الحال، لانه ما دوش التليفون وهي غاده في الطريق. غادي الو يلا مرحبا للابتسام. وي بارك الله فيك. انا وقفت. يلا مرحبا، تسد للابتسام، حنا كنسمعوك. الله يخليك. انا بغيت نسول الكوتش من بخرج شويه على الموضوع شويه، غير بغيت نسولها كيفاش نقدرون التدبير سواء في المنزل من الناحيه الماديه، سواء في لوكا ديال لو سالير ديالنا، كيفاش نتعاملوا معاه، كيفاش نديرو حتى كما كنقولوا الاولويات وداكشي لي سوكوندير نخليوه دو باغ. ابتسام واش كتكلمي على هذه المساله، واش انت والزوج ديالك يعني كل واحد فيكم عنده سالير؟ كل واحد عنده سالير ديالو. كيفاش مثلا الزوجه تدبر داك المصروف اللي كيعطيها الزوج ديالها، وكيفاش هي مثلا سوا كيفاش بوغ ايبارني من هذاك السالير، كيفاش نجبروا نفسنا انا نحيدوا على دوك الحوايج لي سوكوندير باش نوفروا منه. لا لا ابتسام، ولكن انتي كيفاش كتعاملي؟ واش كتعاملي مثلا بلي زونفلوب ولا كتقيت؟ لا كل مثلا كيدوز هذاك
كل واحد كي عندك لا عندك دي شغل بحال هكا كتجي بديك كتخمصي لا لا ابتسام كتجي واحد النهار كتلقاي داك لو كونتراوي وكيبان ان فاش خسرتو ومن تتهضر مع الطرف الاخر زعما شنو بان راجلك كيقول للمراه كيقول لها انت فلوسك فاش خسرتيهم كتقول لي انا فين درتو مع الشهر كامل وانا كنصرف كيقول لها علاش انا اللي حطيت المصروف انا خلصت الموضوع دونك ما ردتش البال للمصارف الاخرى او المراه نفس الشيء كتقول لها فاش مشى الصريح فهاد المساله سي فغي ابتسام هي من بين الاساسيات اللي يا اما تقدر تعمق الحياه الزوجيه يعني تخليها اقوى واحسن يا اما بالعكس تقدر تهرسها الجانب المادي راه مهم جدا في العلاقه الزوجيه فيمكن مادام كنتكلموا على التعاون مادام كل واحد فينا عنده ان سالير كل واحد فينا كاين واحد المبلغ ديال المال خص بعدا ليبارني نفكروا فيه قبل ما نفكروا في السالير كيفاش يتقسم لان الا ما حيدناش واحد المبلغ راه ايا كان المبلغ اللي كتشد في الشهر تقدر ترتقو بطريقه او باخرى لو اننا ما نحيدوش منه واحد المبلغ ولو انه يكون بسيط جدا ندير مثلا 5% او 10% او 2% المهم يكون ندخل بعدا لابيتود او العاده ديال انني واحد المبلغ في الشهر كنحيدو من هنا ومن هنا من لي دو سالير وتنحطوه في واحد لو كونط او في واحد الخزينه في الدار او هذا على اعتبار انه يبقى كما تنقولوا لدوائر الزمان او العطله او العيد او دخلات المدرسه يعني كاين واحد المواسم ديال المصاريف كنا عارفينهم اللي كنحتاجوا كيكونوا عندنا المصاريف اكثر من الايام العاديه فخصنا نوجدوا ليها باش ماشي مين كتجي كنلقاو راسنا تزيرنا 15 في الشهر ما بقات حتى حاجه او كتبدا تحس بالضائقه وكتحس بالثقل ديال داك المواسم فالانسان كيوجد ليها على طول العام هذه من جهه اخرى قبل ما اننا نعرفوا ثقلتي انت بغينا هذاك الشيء اللي كيضيع لنا الفلوس ما يبقاش يضيع خصنا على الاقل نراقب راسي واحد الشهر الا بغيت نصوبها بواحد الطريقه معقلانه لان كاين اللي كيخسر فلوس في القهوه ما كيردش البال كاين اللي كيخسر فلوس في السقاطو ما كيردش البال كاين اللي كيخسر فلوس في الحوايج وبالنسبه ليها راه غير سريويل من هنايا بيجاما من هنا هذه لا خديت غير اون باتيسري لا خديت غير هذه مين كتضربي لها كديري لها لاصون في السري ديال الشهر كتلقى انها خدات لك واحد 20% ديال السالير سينون بلوس الا ما رديناهاش البال الضيعه ديال الدولمه احنا بالنسبه لنا ان كنخلصوا الفاتوره ديال الضو في ثلاث شهور ولكن راه كاين واحد الدرجات كاين كاين شي مسائل بسيطه نقدروا نستعملوها في الدار ديالنا باش كنرشدوا الاستهلاك كنرشدوا الطاقه اننا من ما نخدموش وهذا الشيء راه تبارك الله ماشي انا اللي نقولوا راه كاينين بزاف ديال كاين كاريمون حملات اعلانيه دارت على هذه القضيه كيفاش كنقتصدوا على الماء كنقصوا من البزبوز الرئيسي باش ما تيبقاش لو ديبي كنا بغيت كنبغي غير نغسل يدي الا حليته بالجد صافي مشات لك واحد جوج طرد الماء كنردوا البال لهذه المساله كان الاستهلاك ديال الضو ما نخليش كل شيء شاعل الشارجور مين كنكمل به وكنحيد التليفون وكنخلي الشارجور تما راه كيبقى حتى هو تيسحق في الضو شي اشياء بسيطه يلح الا ها واحد 5% عاوتاني ديال الفاتوره او 10% او 20% تنقص ليا مزيانه يعني كوتش منى سمحتي لي واحد سؤال في هذا الباب لانه ربما هذه المساله غتفيد بزاف ديال الناس كاين واحد الطريقه اللي ربما كتقدر انها تساعدك في انك تقسم الميزانيه ديالك بطريقه اللي تكون متوازنه وانا الانسان كيدير لي زونفلوب مثلا هذا انفلوب ديال المصروف ديالي هذا انفلوب مثلا ديال الضو والماء هذا انفلوب ديال السنديك هذا انفلوب ديال كذا هذا انفلوب ديال كذا فكتبقى كتحدد داك التقسيم ديالك يعني كدير واحد لو كالكول في الاول ديال الشهر وكتبقى كتحدد داك الشيء ديالك مقسم ما ننساوش واحد الحاجه ان مين نديروا هذا التقسيم هذا التقسيم مزيان هو خاصنا نحترمو ماشي فقط نحترمو لان مين كنديروه بحال هكايا اولا كنكونوا زيرنا راسنا يعني ديك القضيه ديال الظلم القد والقد المصروف ديال الدار القد والقد الطوموبيل شحال نخسر عليها مثلا هذا اللي ما ننساوش هو ان كاين دائما دير واحد المبلغ مالي لي زامبريفو لداكشي اللي ماشي متوقع يقدر يكون مرض يقدر كروفيزون في الطوموبيل او شي حاجه وقعت لك للسياره ديالك يقدر يكون شي حاجه في الدار تهرسك يخرجوا شي هفوات بعد الخطرات او شي اللي ما تقدرش متوقعينها اللي ما يمكنش تحسبها بالسنتيم فالا ما درت لهاش واحد لو بيدجي ديالها الا ما احتاجيتهاش داك الشهر كنخليها مزيان هي دازت ليا ليبارن الشهر الجاي شي حاجه اللي مزيانه ليا احتاجيتها ما كنلقاش راسي لان كنولي كنقول اذا ناخذ المصروف اذا ناخذ هذه حيت شنو لان كاين اللي كيقول لك لا انا عندي هذا على حدو قدو داكشي كيبان ليا ميم اللي على حدو قدو يشوف كيفاش كيكونسومي الخبز اللي البارد اللي كيتلاح فلوس ولا ماشي فلوس حسب شحال من الخبزه كتلقى عندك في الدار بارده الا كنتي كتلوح الخبز البارد فراه هذيك البلاصه راه ضايع الثلاجه كيفاش كتستعمل واش على حر من جهده وانت ما محتاجش ليها هذاك راه ضايع الخضره كيفاش كتحط يعني شنو بات قبل ما نتكلموا على المبلغ الاساسي كيفاش كنصرفوه ابار لو فيت انه خصو يكون عنده واحد المبلغ ديال ليبارن او ديال التوفير اللي خصنا نخرجوا كل شهر ونحطوه مهما كان بسيط مهما كان بسيط نحطه ونقول هذا خليه على انا با توشي على جنب كما قلت لك كاين ديجا ماشي ولا بد لون تيرم ولكن ديجا في العام عندنا واحد المواسم ديال المصاريف اللي من تجي تتلقى عباد الله تتهلع وخاصها تسلف وخاصها تمشي لهنا وخاصها تجي لهنا او كتضيق او كنوليو هذا فالانسان كيوجد ليها عن بعد هذه من جهه نشوف فاش كنضيع الفلوس
راه شنو بس يمكن كنشري الخضره كنقول بالنسبه لي لا نصرف ديال الدار القد والقدر كنخرج نجيب خضره وهذه مزيان. شحال داك الخضر كيتسيب واش كله كيستخدم ولا كنسيبو؟ الا كنت كنسيبو فها ها واحد 100 درهم ولا قل ولا اكثر كتمشي في والو. علاش ما جو لا ريكوبير با؟ علاش ما نهزهاش؟ فالمساله هي مساله بعدا نشوف داري كيفاش كومونجو العجع الضو والماء وهذا المصاريف داكشي اللي كما كنقولوا بحال الا عندك واحد القفه فيها التقيبات انت كتعمر وتقابي تيخويو لك نرقع بعد داك التقيبات ومن بعد منها نحيد قبل منها نحيد لي باغن ومن بعد منها نجي لهذا كل واحد فينا كيشيلو باتمي كيبغيو كاين اللي ما عندوش مشكل وكاين اللي كيولي مشكل لا انت شحال قد والقد نديرو لو بروغاتا يعني مثلا انا كنشد 5000 درهم وكنشد 3000 درهم اذا 20% 20% هي ديال المصروف كل واحد على حسب المبلغ اللي كيشد باش كيبقى لي واحد المبلغ شخصي راه واخا كنكونوا مزوجين ماشي ولا بد نحطوا كل شيء في واحد الكيسه وحده وماشي ولا بد ان تنبغي انا ناخذ من عندك او تاخذ انت من عندي كيخص ولا بد يبقى دائما واحد الجانب من الحريه وإلا كانت المراه ما تشتغلش والزوج اللي تيشتغل ما فيها بس انها يكون عندها واحد المبلغ مهما كان بسيط خاص بها خاص بها ديال الحاجات ديالها اللي تقدر هي براسها كتوفر منه وهكا كانوا النساء شحال هذه كيديروا فالمساله هنا ولات اكثر تعقيدا مع الاحتياجات ديالنا ولينا كنحتاجوا للتليفون اكثر ولينا ولاو عندنا احتياجات اللي قبل ما كانوا اللي ولينا دابا ولاو من اولويات الحياه فالانسان يعرف راسو فاش كيمشيو ليه الفلوس وعاد ديك الساعات يدير الترتيبات لكل حاجه ودائما يرد البال ان خاصنا نديروا اسبوع كيظهر لي على هذا الموضوع لانه عنده اهميه كبيره اكيد يعني كيفاش نقدروا نرشدوا الطاقه ديالنا وكيفاش نقدروا نتعاملوا لانه بزاف المشاكل كتخلق بسبب هذه المساله هذه اذا غتكون فرصه ان شاء الله باش ندير تشوفيها بطبيعه الحال بتفصيل اكثر وناخذوا معنا مكالمه تاليه بطبيعه الحال كوتش منى ناخذوا معنا السي احمد من اكادير مرحبا بك سيدي او السي محمد من اكادير مرحبا بك سيدي اختي كي داير لاباس الحمد لله سيدي بارك الله فيك اخت منى لاباس عليك الله يبارك فيك سيدي الحمد لله اولا بغيت نشكر اداري وموظفي ميد راديو على الاذاعه هذه شكرا لك سيدي وعلى البرامج ديالها دوبوي ا زد بارك الله فيك اولا انا كنعتبر الاذاعه مش اذاعه كنعتبرها مدرسه شكرا كنتنبأ لها تكون ان شاء الله متربعه على العرش ديال اذاعه في المغرب بفضلكم باذن الله بفضلكم باذن الله هذا واجب الله يطول عمرك المشكل ديالي يا اختي انا نبدا هنايا عشت في واحد الدار فيها خمسه البنات انا والراجل الوحيد اللي فيها ايه ومهم لي بغيتها كتحضر عشت كما كيقولوا المصريين سي السيد يا سيدي سعداتك شكون في حالك ايوا المهم لي بغيتها كتحضر الحوايج ولا شي حاجه لي بغيتها ولكن العام اللي فات شديت الباك واضطريت انني نخرج باش انت في كقرا دابا بعيد على مالي نطا صافي وكريت ولقيت واحد مشكل كبير لقيت انني المهم ما كنعرف والو اضطريت انني نجيب هذا بالماكله الفاست فود وداك الشيء المهم تاع مشاكل صحيه وبزاف وبغيت شي حل كيفاش نقدر باش نتعامل مع الوضعية سي محمد شحال السن ديالك؟ انا 19 عام 19 عام انت محظوظ عرفتي علاش؟ علاش؟ لانك على الاقل رديتي البال هذه المساله وانت مازال في واحد السن مبكره جدا، راه شي ناس حتى كيكبروا عاد كيعيق براسو انه راه ما تعلم والو، عندك 19 سنه طبيعي انك تمحن شويه في هذه البدايه ديال التعلم ديالك، لان 19 سنه اللي فاتت وانت كل شيء كما قلتي السي سيد ديال الدار واللي بغيتيها كتحضر لك، ماشي عيب ان الانسان يتعلم. العيب هو انه يكون عارف راسو راه يمكن خطا في شي حاجه ويبقى فيها فاللي ما عندي حتى نصيحه اني نقول لك غير انك ولا بد ان هذا التعلم في الاول كيجي صعيب تخيل شي حد حياته كامله هو كيجلس في الدار كيزابي في التلفازه ومي كيبغي من تيجي العطش كيلقى اللي يجيب ليه الماء سي نورمال النهار اللي ما كيلقى تحت في الدار وخصو يجيب ديك الكاس الماء كيبان ليه صعيب ولكن مع التعود كيتعلم انه كيفاش يجيب من هنا كيفاش يدير من هنا كي هذا كيتعلم نقول لك واحد الحاجه الا كنتي بتعدتي على الاسره ديالك كما قلت لك فانت محظوظ جدا لانك كتعلم الاعتماد على النفس كتعلم انك تعلم بزاف ديال الاشياء كتعلم الحياه الحقيقيه لان الحياه ماشي هي اللي كتكون عندنا في قلب الاسره ديالنا ماما تتوجد ليا الغداء وبابا تيجي في الليل ما عرفت شنو واختي كتمد لي هذه والاخت الاخرى ما عرفت شنو كدير وكل شيء هو هذاك راه الحياه الحقيقيه هي من تنخرجوا من ذاك العش الابوي وكنبداو نعتمدوا على راسنا وكنبداو نقول الا احتاجت واحد الاخرى خصني نديرها لراسي ولا بغيت نفيق الصباح خصني نحق المكان والا نمشي للمدرسه معطل او نمشي لخدمتي معطل فانت كما قلت لك محظوظ جدا تبارك الله وصل عندي انك اكتشفتي هادشي في واحد السن مبكر 19 سنه مازال الحياه كلها قدامك مازال كل فرص التعلم فاللي خصك تشوف المساله تعتبرها انها
فرصة جميلة جدا، وأنك بالعكس واحد الهدية من الله عز وجل أنك خرجتي من العش الأبوي باش تعتمد على نفسك باش تكتشف نفسك. ما كتعرفش طيب ماشي مشكل، بدأ بشوية بشوية. كاينين وصفات دخل غير الانترنت ودخل، كاين وصفات سهلة جدا يعني لذيذة جدا وسهلة جدا، ربع ساعة نصف ساعة ماكسيمم تكون وجدتيها ولو أنك ما عمرك طيبتي قبل. وبالطبع راه ماشي انا اللي هنقول هذه الهضره، تبارك الله الاطباء اللي كيجيو لهنايا ولا البرامج الاخرى كياكدوا على المساله ديال الاكل الصحي وديال الاكل المتوازن وديال نردوا البال من داكشي اللي كنتناولوه على برا، ماشي نقطعوا في مره، ولكن عاوتاني الا كان الاعتماد 100% على الاكل برا ديال البيت فراه ما كنعرفوش راسنا شنو كندخلوا في المعده ديالنا وشنو كنديروا في الصحه ديالنا. نبدا بشويه بشويه نشوف شنو اللي نقدر نتعلم. ويلا كنت غير بالبيض مرة قليل مرة سلقهم والله إلا كنا بدينا في حالك كشوف زعما باش ما يبقاش فيك الحالة السي محمد، مرة ديرو بمطيشة مرة ديرو بصيلة وانا غادي زعما نتكلم على أنا شخصيا يعني 17 سنة خرجت من دارنا مشيت قريت في السطات واحد السيمانة دوزتها كنبكي أنا ما كنعرف ندير والو يعني ولو أننا تعلمنا بزاف أشياء في الدار، ولكن باش أنك راسك يكون عندك واحد المصروف خصك تطبع منه الوراق وخصك تصرف على راسك وتعرف راسك شنو خصك تحتاج وتفيق الصباح راه كتلف في الاول، ولكن من بعد كتكتشف ان هذيك هي اللبنه الاولى في بناء الشخصيه الحقيقيه ديالك وفي بناء الشخصيه المهنيه ديالك، وكتكتسب واحد القدرات وواحد المهارات اللي ما كنكتسبوهمش وحنايا كوفي وحنايا مهلين فينا وحنا اللي بغيناها كتجينا وحنايا عارف راسي راه كاين اللي يدير لي الاشياء اللي انا محتاج ليها. يعني كما كنقولوا في دارجه نعاد كتحس بالوقت، ما نبغيش نستعملها بهذه الطريقه لان كاين اللي كيستعملها كنحس بالوقت يعني فهمتي يعني عاد كنحس بالاشياء يعني ربما اذا ماشي يكون في دارهم ما كيحش بداك المساله ديال راه مثلا الابوين كيخرجوا يضربوا تما راه كيجيبوا واحد راه كيتعذبوا باش يمكن انهم مثلا يوفروا لنا واحد الحياه معينه راه باش ياخذ ليا مثلا واحد السروال معين ولا واحد القميجه معينه ولا واحد لي زيسباد غير معينين ولا 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 راه كيخص واحد المجهود راه كيخص واحد كذا، يعني كتكون فرصه باش الانسان كيعتمد على راسو كيبدا يفهم شنو هو المصرف كيفاش نصرف كيفاش نتعامل. جانب واحد اخر غير موسيتك الصباح كتنوض وكتخليها مرونه كتجيك تبقى مرونه ما كتجمعش عليك كتجمعها فبالعكس والله سي محمد يعني من تنقول لك سانسيرمون انك مرحله مهمه جدا 19 سنه تتعلم بزاف الاشياء، طبيعي انك تحس دابا بانك تلفتي وانه انا مالي اش داني انا كنت في دارنا مفشش ومرتاح وما عرفت شنو، ولكن اعتبرها يعني واحد الفرصه ديال حياتك باش تزيد القدام باش تكتسب مهارات وهذا الشيء ينفعك في حياتك المهنيه في حياتك الزوجيه وحتى في علاقاتك ان شاء الله الرحمن الرحيم مع الاخرين. ونشوف فاصله لنا نرجع معكم تمنى الصباح. ورجعنا لكم مستمعينا الكرام على ميد غاديو، كنجي لكم تحيه وكنشكركم على وفائكم لينا، حنا مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم وغادي تستقبلوا معنا المكالمه التاليه بطبيعه الحال دائما عبر الارقام الهاتفيه المفتوحه لكم من اجل التواصل 0522 46 72 50 51 52. ايضا يمكن لكم التواصل معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج اللي هي الحل بين يديك او لا عبر الـ 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 يعني الاس ام اس كتابتكم حل خليو فراغ و خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم من 50 80 ثمن الرساله السي ديال الدراما حساب الرسوم. غادي نمشي ناخذ معايا لاله فاطمه من الرباط. مرحبا بك لاله فاطمه. بارك الله فيك اختي كي دايره لاباس؟ الحمد لله الله يطول عمرك. اختي انا السؤال ديال الاستاذ اللي كيكون معك الساعه الثانيه. اذا سؤالك بالنسبه للساعه الثانيه لاله اختي نقول لك حتى نخاف ما يوفقنيش لحد في ساعة ثانية. اي تفضلي. انا المشكلة ديال الاخ ديالي مدعي هو مرتو في المحكمة ودابا حكمت عليه المحكمة هو بالنفقة وهي بالرجوع وهي امتنعت على الرجوع هو ما عطاهاش النفقة. كيفاش هي باش ترجع هو ما عطاهاش النفقة؟ هي امتنعت ايوا وهو ما عطاهاش النفقة صافي وعندهم واحد شهرين مختلفين فيهم، هي تقول خرجت بواحد الشهر وهو تيقول خرجت بواحد الشهر. وشنو هو السؤال فاطمة؟ لأنه أنا ما غاديش نعرف ندخل في التفاصيل القانونية ماشي بحال اللي كان الأستاذ سعيد. بغيت غير نعرف واش هاد الدعوة عنده غادا مزيان حيت هما تيقولوا بقى ليهم دعوة تأدية القسم، بغيت غير نعرف واش هاد الدعوة تأدية القسم تتعطل. على ودي دوك شهرين اللي مخالفين فيهم. هو خلال الله ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك مع الاستاذ سعيد النووي. وكنذكر باللي الساعه الثانيه هي اللي مخصصه للاسئله القانونيه والساعه الاولى مخصصه للتطوير الذاتي والكوتشينغ، فان شاء الله ناخذوا السؤال ديالك لاله فاطمه بكل فرح. ناخذوا معنا رساله
كنت منى كتقول سلام اختي سكينه الله يخليك جاوبوني. راجلي ما تيبغيش يشد ليا الولد في الصباح ميم سي انا كنتعاونوا اننا كنتعاونوا في كل شيء في كاع لي ديبونس ديال الدار, وراجلي تيخدم النهار وتيجلس يومين وغير باش يشد الولد يوصلوا لاكريش في الصباح حيت تيصبح نعس ما تيبغيش وتيبقى يغوت دوفون الولد. وانا مني كل شيء الشغل ديال الدار وديال الزنقة وكل شيء. هنا يا خص كما تنتكلموا كيتكلمنا على التعاون بدل ما قلتناش هذه من سنة وانت مزوجة بهذا السيد واش ما كيعاونك في والو من دائما ولا غير هادشي غير ما ولا يعني بزاف ديال التفاصيل اللي كتبين العلاقة شنو هو التطور ديال العلاقة بالنسبة للمسألة ديال انك انت كتقومي بكل شيء فانت اللي جبرة نفسك انك تقومي كل شيء. الانسان كيشوف راسو شنو هو القدرات اللي عنده علاش كنخدمو كنخدمو باش اننا نصرفو على راسنا باش اننا نعيشو مزيان وباش اننا حتى اننا نريحو نفوسنا في واحد الجانب واحد اخر. فمعلاش انا اللي كنقوم بالشغل ديال الدار والشغل ديال هادي ماشي ولا بد بالمعادة مش حيت هو ما كيديرش اذا انا ما نديرش, ولكن انا كنشتغل باش كذلك نريح نفسي في واحد المسألة فنخرج نقدر نخرج واحد نقدر نخرج واحد المبلغ مالي اللي نجيب واحد السيده اللي تقوم بالاعمال المنزليه باش انا ما نبقاش ندير كل شيء. هذه من جهه يمكن الزوج ديالك ما كيقومش بالتقدير لانه ما كيعرفش يتقدى فما فيها بس الا كتبتي ليه واحد اللائحه والله يخليك ماشي ولا بتسمح لي هو ما كيقدرش يفيق فيه هو اللي انا نوض فيه الصداع وندير فيه فضيحه باش انه ينوض يتقدى في الوقت اللي هذا بالنسبه باش ما يبقاش داك العيب كله عليك. بالنسبه للابن اتفقوا على هذه المساله بالليل ما عنديش نفيق واحد من النعاس يعني باش هو ما عجبوش الحال ومضوخ وما عرفت شنو ويبدا يتضارب معاك ويغوت وحده الولد وكتقوم صادعين وفي التالي انت اللي كتدي داك الابن للمدرسه. الا كان هو يعني ما قادرش يفيق الصباح وما عندهاش حل هذه المساله وخصك ولا بنتي انت اللي تدي يكون واحد المقابل ديال مثلا هو مادام الصباح كيصبح ناعس اذا يخرج يتقضى لك او يخرج يقوم بواحد الشيء. يعني المساله كما قلت لك ماشي انا كندير هذه دير انت هذه هي مساله ديال الاتفاق ومساله انني ما نحملش نفسي اكثر من طاقتها ولا انني عاوتاني نبقى واقف على الشده والفده مع الطرف الاخر ولا اني نركز غير على النقائص. واش هذا الزوج هذا ما فيه حتى شيء ايجابي؟ يعني بالناس بزاف الناس كما كيقول لهم المشاكل كيمحيو الجوانب الايجابيه كامله وكيركزوا غير على الجوانب السلبيه. فنبدا الا بغيت فعلا باغي البناء وباغي اني نستمر نبدا بالجانب الايجابي ونفكر في الحل ماشي غير انا شنو اللي مسلكني انا شنو اللي بغيت انا راني ضايع. يعني الحلول كما قلت لك تقدر انك تلسان بشي شخص واحد اخر ماشي بالضروره انك تقوم بكل شيء. مين تبغي تفهم مع راجلك ماشي الصباح وهو ناعس وانما بالليل ونتفقوا على كل الاشياء والمسائل راه بشويه بشويه راه كنلقاو ليها الحل. نعم وناخذ معنا اخر رساله كتقول سلام اختي سكينه شكرا لك بزاف على المجهودات من اجل المستمعين. نقول حتى نعيا ما نقدرش نوفيكم المجهودات ديالكم اون بليس الكوتش ديالنا الله اللي غادي يخلصكم على خطيك على هذا واجبنا. كتقول اختي سكينه الله يخليك الا ما لقيو ليا شي حل في حياتي راه حياتي تدمر نهار على نهار ونخرج على وليداتي نهار على نهار تنشك في راجلي تنشك في راسي اي حاجه تنشك فيها وهذا الشك ما جايش من عدم حيت ثلاثه ديال المرات وانا تنحصل على راجلي الخيانه ديالو ليا واخا ما خلى ما دار باش يبرهن ليا ان داك الشيء ممنوالو وراني غير غلطه وبانه تيبغيني وتيبغي ولادو الا ان هذا المرض ديال الشك اختي سكينه دمرني خاصني وقت خاصني وقت ما تعطل نبقى نتصل بيه فينك ما غاديش تجي فينك ديما فينك تيقول لي قهرتيني صافي بركه عليا عفاكم الا ما نصحوني اشنو ندير باش نرتاح من جيتو ونكمل في تربيه وليداتي ديما صداع في داري وليداتي غادي يتعقدوا ليا عفاك اختي عفاك راه صحتي مشات ليا بهذا المرض ديال الشك. نعم اكيد انه يعني موضوع يستحق اننا نعطيه اكثر من هذا. ما كملناش دقيقه اللي بقات لنا من وقت البرنامج. المساله ديال الشك خصك تعرفي بان الشك حنا اللي كنخلقوه لاننا كنشدوا واحد الجانب واحد الفكره سلبيه او واحد الفكره اللي ديروجاتنا وشك راه هو مش حاجه اللي غير مؤكده ما عندي حتى دليل عليها من غير القصص اللي انا كنرويها لنفسي على داك الشيء. الشك الا بدينا به كيكون بسيط ولا دخلنا راسنا في داك الدوامه ديالو راه تتولي صعب جدا باش ان الانسان يعيش بها الا ما قررش انه يخرج منها وكانت عنده الشجاعه باش انه يخرج منها. واش مثلا وكما قلت لك يعني الموضوع يستحق
باش نجاوبوا عليه يستحق يعني واحد حلقه خاصه باش نتكلموا على هذا الشك بين الازواج، لانه اذا الاسبوع المقبل باذن الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك خليك معنا في الاستماع الاسبوع القادم، لان كاين الشك اللي كيكون جاي من حنا اللي فينا المشكل، كيكون عدم الثقه في النفس او عدم الثقه في الاخر جاي من انطلاقا من حنا. كاين اللي كيكون من المرضي خصو علاج، ماشي غير مجرد يعني غير غنبدل الفكره ديالي وكل شيء يتبدل، انه كيكون محتاج علاج، لان كيكون واحد الوسواس اللي كيدمر لي حياتي في جميع الجوانب ديالها. كاين اللي كيكون متعلق، اللي كيكون الطرف الاخر فعلا كيستفز، وكل اي على حسب الحاله. كاينين طبعا طرق الحمد لله، كل شيء كيتعالج وكل شيء كنقدروا اننا نخرجوا من اي مشكل كما كان، الا كانت العزيمه وكانت الرغبه وكانت القدره على الاستمرار في العلاج او في الحصص، او حتى ملي كناخذوا داك القرار مع راسنا. راه كما قلتي قبيله في بدايه الحلقه سكينه، ان كل شيء سهل بالهضره، راه العمل اللي كيحتاج منا واحد القدره وواحد المجهود. نعم، اذا ان شاء الله باذن الله نزول عند رغبه هذه المستمعه الكريمه، ولانه تتوسل فينا خير بطبيعه الحال، وهذا دورنا وهذا هو الهدف ديالنا وديال ديال يعني الاوفياء اللي معنا وديال لي كوتش ديالنا بطبيعه الحال، اللي الهدف هو اننا نقربوا المعلومه اكثر للمستمع. فمقترح منك كوتش منى موضوع الشك، اذا الاسبوع المقبل باذن الله غنتكلموا على الشك كشك، شنو هو المقصود به في العلاقه الزوجيه، في العمل، وحتى اثر الشك على وليداتنا، يعني اللي كيعيشوا وسط اسره اللي كنلقاو فيها الشك، اولا كنقولوا مشكاكين كيفاش ولادنا كيفاش كنشكوا عليهم المشاكل. اذا غتكون فرصه ان شاء الله باش ندويو فيها الاسبوع المقبل باذن الله معك كوتش منى نوزع عند رغبه الاوفياء. ما سخيناش بيك لا صدق الاربعاء والخميس وجمعه وسبت وحد وثلاث اثنين ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا كنت منى ان شاء الله باذن الله نتلاقوا الاسبوع المقبل. شكرا جزيلا لك لهلا اختك، دائما لقاء ممتع ومفيد جدا برقصك ومريح جدا برقصك. شكرا. اذا مستمعينا الكرام في انتظار كنت منى واستقبلوا جميع عفوا الاستاذ سعيد النووي للاجابه عن كل اسئلتكم القانونيه. غادي نخليكم مع هذا الاختيار. ما تنساوش باللي اليوم غنتكلموا على الطلاق وشنو هي انواع الطلاق، لانه بزاف الناس اول ما كتدخل لهم طلاق تيقولوا لك الشقاق، اذا واش هو بوحدو اللي كاين ولا كاين انواع اخرى، وكيفاش كيتم التعامل فيها بها في المحاكم المغربيه. اذا هذا هو السؤال اللي غنطرحه اليوم على الاستاذ سعيد النووي، اللي غيوضح لنا فيه كثير من الاشياء، رغم انه كنتمنوا ان مجتمعنا المغربي يخلى من هاد يعني من هاد المساله هذه، وما نبقاوش نشوفوا اسر اللي كتفكك وكتضيع حياتها بسبب الطلاق. وبطبيعه الحال باش يمكن نوصلوا لهذه النتيجه كيخصنا نستافدوا مزيان من الكوتشينغ، وكيفاش نطوروا ذاتنا وكيفاش نحافظوا على بعضياتنا. فاصل ونواصل.